السلام عليكم. شو بيردي زاد كالعادة معكم، رانا ولينا نتكلموا البطولة الأوروبية، بطولة الإيطالية. اليوم شنا ميلون مع بولونيا اللي فاني قدمت مقابلة لا بأس بها، خاصة في الشوط الأول. شنا الشوط الأول هدف، الشوط الثاني هدفين. شنا الشوط الأول هدف، الشوط الثاني هدفين. شنا كيفاش الفرص كانت من الجانبين، كانت حرب كلام بين أصحاب الوسط ميدان. شنا كيفاش، شنا بولونيا كان محصن الدفاع تاعو وسط ميدان، كما يقول لك كان غالق على المهاجمين تاع ميلون بطريقة محكمة. ما شناش فرص كثيرة أمام الحارس تاع بولونيا، ما شناش الا في الدقيقه 37 وين شنا هدف مخادع من طرف اللاعب سوزاو، هو اللي سجل الهدف في الدقيقه 37. خادع بها الدفاع، عرف كيفاش يحل الشفره تاع الدفاع تاع بولونيا اللي كان محصن احسن. كيما يقول لك من الصعب تسجيل على هاد الفريقين بالدفاع تاعهم، من الصعب خاصة وين شنا كيفاش التشكيلة تاع ميلون. شنا الحارس، خاصة الحارس تاع ميلون، شنا الدفاع ريكاردو تاع ميلون، شنا ماتويدي، شنا فينيك، يعني شنا الدفاع كان متماسك تاع ميلون. رغم ان شنا الهدف في الدقيقه 72، الهدف الاول تاع بولونيا عن طريق ماتي دي سيرتو اللي سجل الهدف بطريقه جميله كذلك. شنا الهدف الثاني في الدقيقه 67 قبل الهدف تاع بولونيا، فاني فابيو اللي عرف كيفاش يسجل في الدقيقه 67. يعني التغييرات اللي دارهم المدرب تاع ميلون، تغييرات كانت بالنتيجه تاع المدرب غاتوزو اللي عرف كيفاش يدير تغييرات. بعد التغيير وين شنا كيفاش فابيو سجل الهدف في الدقيقه 67، شنا سوازون، شنا يعني فارنيك، فانيك لوكاس، فانيك شنا فانيك اللاعبين هذو اللي قدموا مقابله لا باس بها، مقابله نقولوا حنايا من خاصه وين بولونيا في المرتبه 15، شنا نابولي في المرتبه الخامسه، يعني على من اجل لعب ادوار اوروبيه. كيفاش اليوم شنا خاصة ما ننساوش المدرب تاع بولونيا اللي يعرف كيفاش، رغم أن ذلك الانهزام بصح سي يعرف كيفاش يسيل العرق البارد للفريق تاع ميلون. المدرب سانينسا اللي يعرف كيفاش يوقف رودريغو، فانيك ريكاردو، فانيك ماتينيس، فانيك نقولوا بلي هذو اللاعبين دانيلو، فانيك الدفاع وين شنا الاهداف ما كانش كثير. الاهداف ثلاث اهداف في الشوط الاول، هدف الشوط الثاني هدفين، مقابله صعبه بالنسبه لميلون. وين شنا كيفاش بولونيا عمل المستحيل، خاصه الحارس لوكاس اللي فانيك انقذ المرمى تاعو تاع الحارس تاع بولونيا، اللي انقذ المرمى تاعو من عده اهداف كانت محققه. لكن هذه هي المقابله، هذا هو الدور، هذه هي البطوله الاوروبيه. خمس دوريات الكبيره في اوروبا منها ايطاليا، وين شفنا كيفاش بولونيا اليوم اسال العرق البارد الميلون، خاصة في الدقائق في الربع في 10 دقائق الأخيرة، وين شنا ميلون كيفاش تراجع من أجل الحفاظ على النتيجة والحفاظ على المرتبة اللي راه فيها، المرتبة الخامسة هذه هي صحيتو.